السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة كده عند ام احمد هنشوف تشكيلة القماش الموجودة عندها، فعندها حاجات ب40 وحاجات ب45، بس القماشات بالصراحة حلوة، وهنتفرج مع بعض كده على تشكيلة القماشات. بتجيب هي بتنزل تشكيلة جديدة، بتنزل القماشات اللي هي طالعة جديد، يعني بتجيب تشكيلة حلوة بصراحة. كل الاشكال اللي انتوا شايفينها ديت هنتفرج مع بعض كده، شايفين الالوانات كلها موجودة. القماش اللي انتوا شايفينه دوت، اللي احنا شايفينه ده، المتر ب40 جنيه. كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي تشكيلة الشكل غير اللي انت شفتيه، وزي ما انت عاوزة بقى، كنت واحد متر ونص، متر وربع، كل اللي انتوا عشان تشوفوا على العرض ده. المتر ب45 جنيه، بس بصراحة الخامات بتاعتها تحفة. وده 45، 45، وده 45، وده كمان 45، وده كمان 45، ما شاء الله عليها جايب تشكيلة، وده كمان 45. شايفين القماش ده كله تحفة، جايبة تشكيلة قماش النهاردة. ده 45 جنيه، ده كمان 45. حلو اوي القماش ده، 45 تحفة، حلو في الشميزات جميل. وده 45، شايفين القماشات تحفة، 45، وده كمان 45، وده كمان 45 جنيه، ما شاء الله عليها 45، تحفة حلوة أوي القماشات. شايفين القماشات عاملة ازاي، بتتكلم عن نفسيها. قماشات ب45 جنيه المتر، حلوة أوي. شايفين القماشات عاملة ازاي، ده كله 45، ده كمان 45، حلوة أوي 45. أنا هعمل شغل قماش، وده كمان 45، وده كمان 45. كل اللي انتوا شايفينه ده ب45 جنيه، ما شاء الله جايبه تشكيله قماش تحفه ب45 جنيه، حلوه قوي. ده ب45، وده كمان 45، وده كمان 45. شوف الحاجات دي كلها، وده كل اللي انتوا شايفينه ده 45. المعلم ده بكام يا حاج؟ المعلم ده بكام؟ المعلم ده ب35. 35 المقلم، المقلم اللي انتوا شايفينه ده ب35 جنيه، اهوت ب35 جنيه. من هنا بكام؟ ها؟ ده بكام الشيفون؟ ده بكام الشيفون؟ ده بكام يا احمد؟ 35. خمسة وتلاتين ده الشيفون، اهوت زي ما انتوا شايفين الاشكال دي كلها. هي جايبة حاجات النهارده، بحاجات ب45 وب40 وفي ب25 وفي ب35، وما تزعلوش، اهو قلنا جميع الاسعار، يعني كل حاجة ولها ايه سعرها. شايفين الحاجات دي ب35 جنيه، تحفه. ده كله فين؟ عند ام احمد، ما شاء الله جايبه تشكيله قماش خطيره، حلو قوي اهو. معايا لاخر الفيديو عشان نكمل بقيه نشوف بقيه القماش اللي عندها. في حاجات ب45 جنيه جميله، حلو قوي الاسود دوت، والالوانات الفاتحه بتاعتها تحفه. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين القماشات والالوانات، الالوانات كلها بصراحه مغريه. تحتاري تختاري ايه ولا ايه، عشان ايه لو هتاخدي بقى تعملي حاجات. بصراحه بتنزل تشكيله قماش اللي هي طالعه جديد، وكلها اسعارها حلوه، ان هي ارخص من بره بكتير. ده ب40، وده كمان ب40، ما شاء الله. وده كمان ب40، وده ب40، وده ب40. شوف الاشكال دي كلها، كل ده ب40. ده كمان اهو المتر ب25، دي 25 جنيه. شوف الاشكال دي كلها 25. بكام المتر من دي يا حاجه؟ وده 45، 45 ديت اللي قدامنا ب45 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله في الفيديو القادم. جميل.